السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم أعزائي المشاهدين وحلقة جديدة من برنامج صالون الصحة والجمال. اتعودنا في برنامج صالون الصحة والجمال اللي احنا بنتكلم عن أهم المشاكل اللي بتصادفنا في مجتمعنا، مشاكل كتيرة جدا، مشاكل اجتماعية، مشاكل صحية، مشاكل طبية، كل ده بنحاول نتكلم فيه في الصحة والجمال وصالون الصحة والجمال. بيشرفني يا اعزائي المشاهدين ان يكون معايا النهارده في حلقه برنامج صالون الصحه والجمال دكتور محمد توفيق، عضو مجلس اداره جمعيه حمايه البيئه والحيوان. اهلا بيك يا دكتور. وبيشرفني اصلا ايضا دكتور سمير ادريس، رئيس بحوث بمعهد بحوث الامصال واللقاح. اهلا بيك. اهلا بيك يا فندم. كل سنه وحضراتكم طيبين. كل سنه طيب. موضوعنا النهارده عايزين نتكلم عن مشكله كبيره جدا بتصادفنا في مجتمعنا. المشكله دي بتسبب آلام لبعض الأسر، وهي مشكلة الحيوانات الضالة اللي بنلاقيها في الشارع، وخاصة الكلاب الضالة. والكلاب دي بتبقى في منها كلاب زي ما بنقول بالعامية كلاب مسعورة مصابة مصابة، وبنلاقي إن هي ممكن تأثر على أطفالنا، اللي هي ممكن تحاول إن هي تعض الطفل بتاعك البسيط ابنك وأنت ماشي بيه، بتحاول هي تأذي الناس دي. دورنا إحنا إيه كمجتمع في ان احنا نحد من هذه الظاهره؟ زمان كنا بنشوف واحنا صغيرين ونسمع ان في عربيه الكلاب اللي بتيجي تموت الكلاب وبعد كده بيصطادوها وبياخدوها. دلوقتي الوضع اتطور، ايه الجديد بقى في الموضوع دوت، وازاي الظاهره دي بنحاول نحد منها؟ اتفضل يا دكتور محمد. والله يا فندم، هي طبعا المشكله دي يعني عويصه شويه، لانها ايه ليها ابعاد كتير بالنسبه لمجتمعنا في مصر، ان احنا التوعيه يعني شبه منعدمه شويه في المجال البيطري والمجال التعامل مع الحيوانات والحاجات ده. بالنسبه لمشكله الكلاب الضاله، يعني احنا نشات اسم المجتمع، يعني المجتمع هو اللي خلاها موجوده وبقت موجوده دلوقتي ومتعايشين فيها. حضرنا في مجلس الشعب جلسات كتير جدا في الموضوع ده الفتره الاخرانيه، نتج عنها استراتيجيه للتعامل. طبعا هو التعامل السريع اللي كان معمول بيه الفتره اللي فاتت وكده، اللي هو طريقه السم وطريقه ضرب النار والكلام ده، ايه بطل عالميا، وان احنا بنسعى ان احنا نستخدم الطرق الحديثه او الطرق السليمه. بالنسبه لينا هنا كنا عملنا مع الدكتور سمير، عملنا اللي هي مبادره، المبادره دي طبعا اتبلغت المجلس الشعب، اللي هي توعيه تطعيم تعقيم. حاجه بسيطه جدا، يعني بتتم عن طريق ان احنا بنتبع اسلوب الوفق بالحيوان، بنتبع المنهج العلمي الصحيح، بنبعد خالص بقى عن طريق العنف والكلام ده. هو الكلب مؤذي، بس مهما مؤذي لو كان عنده صعار او لو كان شرس مصاب، يعني سواء الكلب ده معلش كان مملوك او ضال، يعني انا هو الكلب مدوي يعني في بعض الحالات، لكن هو هنيجي للناحيه الايجابيه، الناحيه الايجابيه الكلب ليه يعني مش هتعد الوفاء والحراسه، ليه صفات كتير جدا كويسه واحنا بنستخدمه، واخد بال حضرتك. لكن بالنسبه للشق اللي هو الضال سواء للمملوك او الضال، فهو حضرتك في المجتمع دلوقتي ناس بتشرس الكلاب اللي هي المملوكه وبتاذي بيها بعض الناس، واوقات بتمشي، طبعا هو المفروض القانون ان انت لازم تمشي مكممه ومزممه، ما بيمشوش كده، فبيعملوا ارهاب للمواطنين بيعملوا. بالنسبه بقى للشق الضال اللي حضرتك بتتكلم فيه، فهو ده الطريقه المستخدمه المفروض تتطور مع المجتمع. الكلب في الضال ده لو جيت حضرتك في العادي ان هو كلب هادي جدا، بس احنا التعامل معاه الخاطئ هو اللي خلاه السلوك بتاعه اتغير، سواء كان اللي بتعامل معاه طفل او غفير او واحد ماشي في الشارع، واخد بال حضرتك. هو كلب المشكله مشكله تزايد الاعداد، مش مشكله وجوده، لان الكلب ده اساسا الضال ده المفروض ان هو موجود على الحدود بتاعه المدن ومتواجد على المناطق الصحراويه وكده، لانه ايه ليه دور كبير جدا في التوازن البيئي، بيمنع الثعالب، بيمنع الزواحف زي الثعابين، حاجات كتير جدا احنا مش واخدين بالنا منها، بس موجوده في التوازن الطبيعي او التوازن البيئي. احنا بالنسبه لنا عملنا كذا مشروع، ان هو لو حضرتك عندك كامباوند او عندك عايش في مكان وفي كلاب ضاله، موضوع ان انت لو المكان ده مش مصور بنسبه 100%، لو حضرتك جيت تتخلص من الكلاب بتاعته حضرتك هيجي لك تاني وهتبقى عندك مشكله. فهي الطريقه ايه؟ ان احنا رقم واحد بنعمل توعيه، سواء عن طريق حضرتك، عن طريق الفضائيات، عن طريق المدارس، عن طريق النوادي، كل دي اساليب توعيه كتير جدا، بحيث ان احنا نقول ازاي تتعامل مع الكلب الضال او المملوك كمان، واخد بال حضرتك.
النقطة الثانية اللي احنا بنيجي بعديها بعد نقطة التوعية، التوعية دي يعني حاجات بسيطة بس قضوية، ومنظمة الاو اي اي ومنظمة الفاو والمنظمات الإعلامية كلها أقرت بيها، إن هي مثلا لما تكون ماشي وفي كلب ضال ما تحاولش إن أنت تبص في عينيه، لو هو بياكل تبتعد عنه وما تجيش جنبي، لأن كده لو هو كلب ومعاه أولادها ما تحاولش إن أنت تقرب منهم. تقرب منها. لكن اللي هو بيحصل بقى حضرتك إن الطفل بيروح مقرب منها مثلا وطوبة، الطوبة دي بتغير السلوك، بيبقى عارف ان جميع الاشخاص اللي هم البني ادمين دول اللي ماشيين حواليه دول عاوزين ياذوه، عاوزين يأذوه. فالكلب ده اللي هو اتضرب قبل كده بطوبه او بعصايه كده السلوك بتاعه اتغير، فعاوزين نمنع النقطه دي. واخد بال حضرتك؟ اذا لازم من توعيه بقى الاسر بالظبط كده، ونوعي اولادنا ان هو مهما لقيت كلب في الشارع ما تقربلوش، بالظبط كده، عشان ما يبتديش هو يهاجمك بعد كده. بالظبط. ولو انت ماشي في منطقه، يعني هو الكلب اساسا في اليومين دول او بيعيش في مجموعات، هم ماشيين سته مع بعض سبعه مع بعض، هو ايوه كده. واخد بال حضرتك؟ فلو انت عارف ان في مجموعه في المكان ده، واخد بالك، وانت تقدر تسلك طريق تاني، يعني مثلا هم قاعدين في تمام. اليمين تروح في الشمال، دي حاجه كويسه ان انت ايه، لان هم بيبقى حاسين المنطقه دي بتاعتهم وانت غايب. لو انت من المنطقه اساسا او انت صاحب المنطقه دي ودخلت مش هيعملوا لك حاجه خالص، لكن لو انت غايب عن المنطقه دي بالتاكيد ان هم هيحاولوا ايه، يهوهوا بس، لكن هم تمام عموما هيأذوا. ولما تمام لما هم يعني يهوهوا او كده، او ما تحاولش ان انت تخاف. تمام واخد بالك؟ ففي مبادئ اللي هي التوعيه اللي اتفقنا عليها. في بقى التانية، بقى تاني حاجة طب اللي احنا هرجع لحضرتك تاني، ماشي. هناخد فاصل قصير ونرجع لحضرتك. فاصل قصير أعزائي المشاهدين، ونعود إليكم بعد قليل. خليكم معانا، اوعوا تروحوا في أي حتة. رجعنا لكم تاني أعزائي المشاهدين بعد الفاصل، وبيشرفني يكون معايا الأستاذ دكتور سمير إدريس، رئيس بحوث بمعهد بحوث الأمصار. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك يا أستاذ. دكتور، قبل الفاصل كنا بنتكلم مع دكتور محمد توفيق عن الأمراض اللي ممكن تسببها الكلاب الضالة في الشارع والحيوانات عموما في الشارع. دور حضرتك رئيس بحوث بمعهد بحوث الأمصار، الأمصار بقى يعني مهمة جدا في الوقت دوت، إن يكون هناك مصل لهذه الأمراض. هل بحوث ومعهد البحوث شغال على الأمصال دي عشان يقي الناس من هذه الأمراض؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بحب أشكر سعادتك على الفرصة الجميلة دي، وأشكر دكتور محمد توفيق، وبالتالي بشكر أستاذ دكتور محمد سعد مدير معهدنا القائم على نشاطات كتيرة جدا في المعهد وعلى تطوير كل المنتجات المعهد. بفضل الله المرض الرئيسي اللي بينقله الحيوانات الضالة هو مرض السعار، وده الأساسي، ده اللي هو مميت بالنسبة للإنسان. وللأسف احنا حاليا في مصر تخطينا حاجز 100 حالة وفاة في السنة، وده ما فيش مرض عمل في مصر بيعمل في مصر نفس الوفيات دي في الهيومن في الإنسان. يعني يا دكتور السعار من الأمراض القاتلة، قاتلة الأمراض القاتلة، وهجيب لحضرتك تفاصيله حاليا. بس أنا بشكر معهدي ودكتور محمد في إن احنا طبعا أنا أنتجت لقاح المضاد للسعار في الرسالة بتاعتي سنة 95، وده اللي القسم عندي بينتجه، ولله الحمد مع دكتور محمد سعد في 2017 طورته وأصبح 1 سنتي وأصبح متطور جدا. حاليا برضو بمساعدة ومساندة الدكتور محمد ربنا وفاني، وأنتجنا الهايبر إميون سيرم اللي هو المصل العالي العيارية. المصل العالي العيارية اللي أنتجناه حاليا ده بيتاخد للحيوان اللي يتعض، بحيث انه يغطي المنطقه السلبيه بتاعه اللقاح العشر ايام الاولانيين، فما يحصلش منه وفيات. ونتمنى من الله ان يتم انتاجه للبشري في سواء في فاكسيرا او ممكن نتعاون معاهم او يجوا معانا ونعمل تطوير للمنتج بحيث انه ينتج للبشري، لان احنا كل اللقاحات والامصال المضاده للسعار التي تستخدم للهيومن للانسان مستورده للاسف، وكلها كانت بتيجي من فرنسا، حاليا بتيجي من الصين. فاحنا هنروح للصين بعد شويه. هنروح للصين في مواضيع كتير. اما بالنسبه للحيوانات الضاله، فالحيوان الضال بينقل، او الحيوانات عموما بتنقل للهيومن، ما كان 200 اصبح حاليا 320 مرض زينوتيك، 320 مرض مشترك بين الانسان والحيوان، اخطرهم السعار لانه مميت قاتل، ثم البروسيلا، ثم التي بي، السل والبروسيلا، دول اخطر يعني، وتوكسوبلازما طبعا من اخطر الامراض المشتركه. عايز اسالك سؤال ممكن المشاهد دلوقتي بيساله لي، لما واحد يتعض كلب ايه اللي ممكن يعمله، الاجراء اللي يعمله على طول؟ يعني اول حاجه على طول غسيل بميه جاريه وصابون عالي الصودا لمده ربع ساعه متتاليه،
مكان مكان العض. ده أول حاجة إجراء. إحنا بنعالج حالة العض دي بثلاث حاجات، فيزيكال وكيميكال وبيولوجيكال. الطريقة الفيزيائية اللي هو الغسيل، ده لتخفيف أي لعاب نزل من الحيوان في مكان العضة. غسيل متتالي لمدة ربع ساعة بمية جارية وصابون عالي الصودا، يعني صابون سوري صابون غسيل وحاجات زي كده، مش صابون ديليكت يعني. تاني حاجة التطهير، التطهير بمطهرات وأهمهم الكحول والأيودين. الأيودين اللي هو البيتادين والحاجات دي كلها مهم جدا، لأنه بيقتل الفيروس اللي تواجد في المكان. نيجي بقى بعد كده للكيميكال اللي هو المطهرات دي. بعد كده البيولوجيكال لازم يروح مستشفى البشري طبعا، زي معينة؟ زي حميات العباسية. وزي بالنسبة لي أنا أعرف حميات العباسية منشأة البكري في مستشفى القاهرة في التجمع كده، عندهم اللقاحات المضادة للسعار والأمصان المضادة. اللقاحات بتتاخد 5 جرعات على 0 day 3 7 14 28، وبتتاخد واحدة بوستر بعد 6 شهور. الأمصان اللي هو البصل عالي العيارية، وحاليا ما شاء الله يعني في وزارة الصحة وفروا البيور اميونوجلوبولين اللي هو الاميونوجلوبولين النقي، وده أعلى من الأمصان شوية بس برضه مستورد. اتمنى من الله ان يسمحوا لنا ان احنا ننتجه بشري يعني. احنا والله انا حاولت، ليه احنا انا حاولت من سنه 95 من ساعه ما خدت الدكتوراه ورحت المصل واللقاح للانتاج البشري، بس ربنا يديله الصحه دكتور رفق الارماني سابنا وسافر بقى ساعتها، فالمشروع وقف. فبنحاول ان شاء الله ننتجه بشري وننتج الامصان اللقاح المضاده برضه بشري. المصل بيتاخد في الحالات الخطيره اللي هي العضه ما فوق الكتف، العضه ما فوق الكتف، لان اصلا الفيروس بيمشي في العصب. فلما بيمشي في العصب محتاج مجرد ان يوصل للمخ بيبقى مميت. مجرد ظهرت الاعراض ما فيش اي علاج. انما الحمد لله ان هو الفيروس الوحيد اللي ممكن يتعالج بعد العض، يتعالج بعد العض. ان احنا نحقن الخمس جرعات ونحقن حوالين الجرح اللوكال انفلتريشن بالهايبر اميون سيرم، ونص الجرعة نديها انترا ماسكولر ما بين العضة وما بين العصب، بحيث ان نوصل لوقاية تامة لو لحقنا الحالة. هنرجع لحضرتك بعض الحالات الخطيره بقى بتبقى ليها تفاصيل ثانيه، ربنا يستر. ان شاء الله نبقى احنا متطورين في انتاج اللقاح والمصل. انا بس بنصح بس كل من اتعض او تخربش او تعرض لحيوان ضال غير معروف لازم يتعامل بالطريقه دي. تمام. ما يهملش، دي ارشادات مهمه جدا. انا عندي حالات اهمال كتير جدا وحصل لا قدر الله وتوفت. لو توفت هرجع لحضرتك تاني وهنروح الصين مع بعض ان شاء الله. دكتور محمد توفيق. دكتور محمد، احنا بنتكلم في الموضوع، بس النهارده بلاقي يعني اسواق زي سوق الجمعه. تمام. وده وارد بنشوفه كلنا وعندنا علم بيه. دي مشكله. بيبيعوا طيور وبيبيعوا حيوانات، كلاب وقطط وكل حاجه بتتخيلها بيبيعوها بالنسبه للحيوانات دي هناك. طب دوركم انتوا كجمعيه لحمايه البيئه، ايه الدور اللي ممكن تقوموا بيه مع الاسواق ديت؟ ولا انتم ما بتتقربوش للناحيه دي خالص وما بتنزلوش المنطقه دي خالص على اساس يبقى في توعيه حتى للي جاي يبيع الحيوان بتاعه او اللي جاي يشتري، بنقول له تشتري ازاي وتبيع ازاي؟ لو الحيوان بتاعك مصاب لا ما تشتروهوش، لو شفت اعراض ايه على الحيوان ما تشتروهوش. كل الحاجات دي دور الجمعيه، هل ليكوا دور مع الاسواق الكبيره دي للبيع الحيوانات؟ والله احنا كدور جمعيه مش هقول لحضرتك ان احنا يعني اكزاكت ان احنا بنروح الاسواق وكده، لان معظم الاسواق دي يعني فيها تجمع هائل. تجمع هائل بس معظمه حضرتك تجار يعني. انا نزلت وشفت وحضرتك يمكن نزلت، عباره عن مجموعه تجار. تجار. والتعامل مع التجار والمجموعه دي بالذات واخد حضرتك محتاج جهه حكوميه ومعاها جهه شرطه جهه تنفيذيه. بالظبط. لكن جهه تطوعيه او حاجه تطوعي او جمعيه خيريه ده صعب. لكن احنا كده دورنا ايه؟ دورنا ارشادي. مثلا احنا بنعمل مؤتمرات، بنعمل ندوات، واخد بال حضرتك، بندخل المدارس الابتدائي، لان يمكن استاذنا دكتور سمير عارف ان هي معظم حالات العض بتحصل أطفال. بنسبه مثلا 40% أو أكتر أو في الاطفال دون ال 14 سنه. يعني بمعنى اصح اللي هم ايه في المدارس الابتدائي، واخد بال حضرتك. فعشان كده بنهتم بالفئه دي كويس جدا، واخد بال حضرتك. فبنحاول ان احنا نعمل بروتوكول مع التربيه والتعليم ان احنا ندخل حاجه توعيه، حاجه وفق بالحيوان في الجزء ده، وتعاملات مع الحيوانات الاليفه عموما. سواء كان في المنزل، لان هو برضه حضرتك في المنزل
لازم برضه ليه احتياطات، لازم ياخد تحصيناته كامله. اللي مربي كلب في البيت ده لازم الزامي ياخد تحصين سعار. واخد بالحضرتك؟ لان طبعا في حالات بتحصل مش لازم يكون كلب ضار. موضوع السعار مش لازم الكلب ده اللي عضك، ممكن يكون كلب انت مربيه في المنزل وبيهزر معاك وعضك وانت مش واخد في بالك، واخد بالك؟ ويحصل المشكله. والناس بتجي لي بقى تقول لي دي حصلت حالات منهم. ده انا الكلب مربيه في البيت وما بنزلوش الشارع ومتعقم و100 100 فكره ان هو الفيروس مش هيجي له كده، لا ده الفيروس في الهواء. واخد بال حضرتك؟ طيب انا بس هرجع للساده المشاهدين واقول لكم يا جماعه اللي عنده اي استفسار، احنا في ارقام هتنزل على الشاشه، اللي عنده اي استفسار، اللي مربي حيوان، اللي عايز يستفسر معانا الدكتور محمد والدكتور سمير نسالهم ونشوف الامصال للحاجات اللي احنا عاوزينها ايه، نستغل فرصه وجودهم معانا النهارده، واللي عنده اي استفسار يتفضل معانا. دكتور سمير، احنا في الشتاء وحضرتك عارف ان امراض الشتاء كتيره جدا، والشتاء دي لازم نتحصن ليها عشان الفيروسات اللي بتبقى موجوده في الجو والامراض اللي بتظهر في الشتاء. النهارده في هاجس عندنا وعند العالم كله، كورونا. كورونا هو الهاجس او الفيروس اللي خلى العالم كله ينتفض. دلوقتي انا كورونا بؤرة الفيروس في الصين. ايوه. والصين زي ما بنشوف على السوشيال ميديا كلها اعداد رهيبة جدا، ولكن انا بلاحظ في الفيديوهات اللي بنشوفها في الصين ان هم عندهم اسواق لبيع الكلاب واكلها، الضفادع واكلها، الخفافيش هي دي المشكلة. خفافيش والضفادع. خفافيش والضفادع. طب هناخد دكتور ايمان وارجع لحضرتك. اهلا وسهلا. معانا دكتورة ايمان مرزوق. ايوه السلام عليكم. عليكم السلام. ازيك يا دكتور؟ اهلا وسهلا. كل سنة وحضرتك طيبة. وحضرتك طيب وضيوفك الكرام في احسن حال باذن الله. دكتور انت مقيمة في السعودية. تمام. تمام. اخبار فيروس كورونا ايه في العالم كله والعالم العربي عموما يعني وفي اسيا؟ تمام. حضرتك لسه كنت بتتكلم على ان في هلع دلوقتي عن فيروس الكورونا عالميا، لان طبعا العالم كله يونت واحده او قطعه واحده سهل جدا انتشار الامراض فيها بمنتهى البساطه. فلو ما كناش مستعدين وبندرس المشاكل الموجوده عالميا اكيد مش هنقدر ان احنا نحمي نفسنا محليا او داخليا او في بلادنا العربيه سواء في السعوديه او مصر او اي دوله من اللي لسه الحمد لله ما ظهرش فيها حالات يعني. فطبعا زي ما حضرتك عارف ان منظمه الصحه العالميه كل يوم بتقدم تقرير دقيق جدا عن الحالات المصابه. فوصلت حاليا لاكثر من 4593 حاله دي كونفيرم بالفعل او يعني خلاص اتاكدوا من وجود النوفل كورونا فيروس او الفيروس الكورونا الجديد. فيها في طبعا حالات مشتبهه اكثر من 6973 حاله. في اكثر من 106 حاله وفيات، يعني تقريبا نزلت من 2 ل 3% من الحالات المصابه، بالاضافه طبعا ان الفيروس انتقل عن طريق المسافرين لاكثر من 14 دوله وتسجل 37 حاله خارج الصين يعني. فطبعا وصل لامريكا والمانيا وفرنسا وكمبوديا واليابان وسريلانكا وماليزيا، اماكن كتير جدا جدا عالميا. وده اللي بيخلينا المفروض نحتاط اكتر وناخد حذرنا اكتر يعني في الفتره اللي جايه. دكتور انا معايا دكتور سمير ادريس، رئيس بمعهد بحوث رئيس بحوث بمعهد الامصال. انا عايزك تتواصلي معايا دكتور بحيث ان احنا يعني انت دكتوره اصلا في الفيروسات ودكتور في الامصال، ايه التوافق اللي ممكن يتم بين الدكاتره بتاعتنا في مصر والسعوديه ان هم يحاولوا يجدوا حل للموضوع دوت؟ اتفضلي معاكي دكتور سمير ادريس. اهلا وسهلا يا دكتور. اهلا يا دكتوره، ازي سعادتك؟ اهلا. انا بالفعل تعاونت مع معهد الامصال اثناء دراستي الدكتوراه في المانيا وكنت اخذت منكم بعض المواد يعني. احنا المعهد عندنا دايما متعاون مع كافه الباحثين وبقياده الدكتور محمد سعد، متعاون مع كافه الاجهزه والجهات العلميه، والله الحمد بنشتغل على كافه انواع الفيروسات. بس عكيب. فيروس الكورونا سعادتك مشكلته ان هو من الار ان اي فيروس، وده سنجل ستراندد، ده بيحصل له ميوتيشن بسرعه، بيحصل له تطور غريب، لان هو الار ان اي لما بيكون سنجل لما بيتقطع جزء بيتركب جزء اخر بسهوله جدا عن الدي ان اي.
فمشكلة الكورونا ان هو حصل له تطور او تحور في حيوانات مختلفة بالنسبة للصين وبالذات في الباتس. احنا عدينا بالمرحلة دي في مرتين قبل كده في سارس اللي هو بتتحول بعد كده السادن اكيوت ريسبيراتوري سيندروم ده كان في الصين، وبعدين الميرز اللي هو الميدل ايست ريسبيراتوري سيندروم وده حصل في الابل، ايوه كان في السعوديه حصل التحول في الابل. المره دي التحول اصبح في الباتس. الباتس معروف انه وايلد ما حدش بيتعامل معاه ولا حد بياكله، انما هم في الصين بقى اتجهوا للاكل الضفادع والخفافيش. المشكله الخطيره دلوقتي، المشكله الخطيره في الكورونا حاليا سعادتك، ان هو اصبح هيومن ترانسفيرنس، يعني بيتنقل من انسان للانسان، وده الخطوره فيه. يعني سعادتك قلتي ارقام، حاليا الرقم وصل ل 11970 حاله، منهم 259 حاله وفاه، 254 اتعالجوا، الكلام ده وانتشر في 27 دوله، فاصبح الرقم خطير جدا. و WHO رفعت حاله الاستعداد لاعلى مستوى حاليا، ويعني رفعوه لدرجه الجائحه، جائحه وبائيه. فنتعشم من الله ان بلادنا العربيه يعني يعملوا احتياطاتهم يعني بكافه الطرق. وانا اسمع ان السعوديه ما شاء الله بعتوا طيارات مجهزه للمنسوبيها. هو عموما يا دكتور هو بيكون سلوك بشري في الاساس، يعني احنا ايوه سلوك بشري كونسبت او مفهوم ان الناس ازاي تتعامل كاحتياطات بسيطه تقدر تقوم بيها بنفسها بعيدا عن سياسات الحكومات او الدول. هو بمنتهى البساطه لو اتبعنا الطرق الصحيه او هيجينك ميجرمنت ان احنا نغسل ايدينا بانتظام سواء بالميه والصابون لمده 20 ثانيه، ان احنا مثلا نستخدم اي مطهر كيميائي بيحتوي على الكحول او بيحتوي على كحول، ونبعد عن التجمعات، المواد المطهره دي بين اصابعنا بطرق معينه، وطرق الغسل الصحيحه لليدين موجوده طبعا على اليوتيوب كثيره على طول، مش احنا طبعا بنعمله بشكل يومي. لو ان احنا غطينا الكحه بتاعتنا والعطف بتاعنا، ما فيش حد يبصق على الارض، كل الحاجات دي من الحاجات المفيده جدا علشان ان احنا نعمل limit spreading of the disease، يعني او ان احنا نحد من انتشار كورونا فيروس او اي مرض تنفسي تاني. لو طبعا بنكح لازم يكون معانا الفتره دي مناديل كتير في جيبنا، ما شاء الله المناديل دي بتخلص منها لازم تكون في سله فيها غطاء، يعني مش طلع عيانه للهواء عشان ما يتحولش ما يتحولش الفيروس طاير في الهواء ينتقل بسهوله اكثر. يعني الاكل بتاعنا لازم نصفوه بشكل جيد، لان لو ما عرضناش لحراره عاليه زي هي المشكله في الصين ظهرت من كده من الاكل اللي بشكل جيد، هما بياكلوا السوشي والحاجات دي وقد ايه بتنقل من امراض. ولازم طبعا ان احنا ناخد بالنا ونحتاط من النقطه دي، نتجنب طبعا التعامل مع الجمال مع الابقار مع الوسواط او الخفيت او الباكس زي حضرتك ما قلت. بالتاكيد كل دي من الاحتياطات اللازمه ان احنا نحد من العدوى باذن الله، وما يجيلناش حاجه وحشه. والاماكن اللي فيها تجمعات او تجمهر للناس او يعني زي المترو دايما تهويه سليمه اكثر بعدد كتير لازم ان احنا نتجنبها الفتره دي، واللي يحس انه تعبان يقعد في البيت وما يختلطش بحد، حتى التواليت او الباث رومز لازم انه لو في فرصه اني ما اشتركش مع اهل البيت في نفس الحمام ده يكون افضل كتير، ما نستخدمش نفس الادوات الفوط الكوبايات الاطباق. الفتره دي مش لازم ابدا ان احنا نتشارك الادوات المنزليه، يعني فكل دي من الحاجات اللي ممكن ان هي تحد من انتشار العدوى وتجنبنا منها. وبعدين هو الفيروس زي حضرتك ما قلت هو انفلوب فيروس ما يخوفناش، لان المجموعه اللي هي معرضه للخطر اكثر هم كبار السن قوي او اللي عندهم مشاكل في والاطفال اعراض مستعصيه، والاطفال الصغيرين قوي لان الجهاز المناعي او لسه ما اكتملش بشكل هو ما دون الخمسه وما فوق ال 65. بس حضرتك رجعتينا لاساسيات اللي هو السلوك الانساني زي ما دكتور محمد توفيق تفضل في الاول، يبقى هو السلوك الانساني بيسيطر على علاقه الانسان مع كافه الامراض وكافه الحيوانات حتى الحيوانات الضاله، لان السلوك الانساني برضه في انتشار هو خطوره المرض الجديد ايه؟ ان انتشاره سريع جدا لانه ريسبيراتوري ديزيز، مش محتاج
مش محتاج لا نقل دم ولا حقن ولا حاجات زي كده، بمجرد التنفس او بمجرد سوري عطس او كحه المنطقه اصبحت موبوءه. فزي ما سعادتك قلتي احنا نبعد عن الاماكن الزحمه، نتعامل مع التطهير الذاتي، غسيل طبعا ارتداء الماسكات، ولكن طبعا نوعيه معينه، لان 95 ده افضل نوع من الماسكات اللي ممكن ان هي تحد من وصول الفيروس لينا من الناس. أيوة. انفنا او الفم بتاعنا او اعيننا بعد العطس او بعد الكحه، يكون في مسافه امانه بيننا وبين الاشخاص اللي ممكن يكون بيعطسوا او بيكحوا، على الاقل ما يكونش في يعني ما يكونش في ضريبه كونتاكت. اخذ الفتره دي دكتوره ايمان. انا بشكرك يا دكتور، انا بشكرك، نورتينا بالمعلومات الغزيره اللي عند حضرتك، ونتمنى ان شاء الله ما تنزلي مصر بقى ان شاء الله تكوني معانا في حلقه باذن الله. شكرا ليك يا دكتور ايمان. شكرا يا فندم. الف شكر يا دكتور ايمان، الف شكر على مداخله سعادتك. شاكرين، ربنا يوفقك دكتور. احنا خدنا بعض المعلومات الغزيره من دكتور ايمان، يعني احنا قدامنا خمس دقائق بس، عايزين نقول في الخمس دقائق دول اهم النصايح اللي ممكن نديها للشعب المصري او لكل اللي بيشوفنا، نقول له يعمل ايه بالنسبه للكورونا، للكورونا ولجميع الفيروسات. يعني انا بحذره بقول له ايه في الشتاء، يعمل ايه بالذات، ياخد ايه، يشرب ايه، ياكل ايه. طبعا احنا في الشتاء كانت مشكلتنا الاساسيه الانفلونزا، وكان في ليها تطعيم سنوي بيتغير سنويا لان الاعتادات بتتغير، وبيتاخد في شهر 9 او 10 قبل شهر 11، بحيث ان خلال الموسم يكون عند سعادتك المناعه الكافيه، حتى لو جه الدور بيبقى جاي باعراض اخف واقل. حاليا مشكلتنا اصبحت في الكورونا، الكورونا ده مش هنقلق منه دلوقتي لان احنا مش دايركت كونتاكت معاه. هو درجات الاحتياط فيه ثلاث درجات، لو انت عندك حالات، او لو انت احتكيت بحالات، او لو انت بعيد خالص. وده اللي احنا فيه حاليا. فالبايو سيفتي والبايو سيكيورتي او الامان الحيوي والامان الشخصي يطبق على اعلى مستوى، ان احنا ما نقعدش في اماكن زحمه، مزدحمه، مترو، الحاجات دي. اللي بيكح، سوري، الكح بيعمل احتياطاته وبيغطي وبتاع وكلام من ده، ممنوع البصق زي ما الدكتوره ايمان قالت، غسيل الايد باستمرار، ميه وصابون، في مطهرات اليد دي باستمرار نستعملها، الماسك والجوانتي والحاجات دي كلها في الدايركت كونتاكت، يعني لو قربنا من حد بيكح، حتى دلوقتي بيكح بس، او عنده اعراض انفلونزا حتى ناخد بالنا. الخطوره في المرض لو جه في الايمينو سابريسنت، يعني لو جه في حالات مناعتها ضعيفه، سواء بقى عنده مرض او عنده امراض مزمنه زي الضغط والسكر، ولا يخلي باله يبقى عنده احتياط غسيل كلى، بالذات لو عنده مشاكل في الكبد، ده بيبقى المناعه عنده بتبقى ضعيفه شويه، فيخلي باله جدا جدا من اماكن التنفسيه دي. تمام. ما يحتكش بال طيب انا بس عايز اروح للدكتور محمد وهرجع لحضرتك في نص دقيقه. في مرض السعار بس نقطه دكتور كمان. محمد في نص دقيقه هتقول لي اهم الوصايا للي بيشتري حيوان، كلب او قطه او الحاجات دي، نقول له يعمل ايه ويخلي باله ازاي. هو اول حاجه طبعا ان هو الحيوان اللي بيشتري ده سواء كان كلب او قطه، ان هو يبقى الارت يعني حيويه فيه عاديه، فيتاليتي عاليه، واخد بال حضرتك. طبعا هو كان نظريا كده مش هيقدر يحكم عليه قوي، فهو اول خطوه بيعملها بعد ما هو الكلب بيعجبه ظاهريا كده، واخد بالك، الجلد بتاعه كويس، بيلمع، عينيه بتلمع، ما فيش دموع، ما فيش اي افرازات من الانف، ما فيش افرازات من العين، الجلد ما فيهوش اي حشرات، الحاجات الخارجيه دي، لازم ياخده اول حاجه ويروح لاقرب دكتور بيطري لعياده حيوانات، بحيث ان هو يكشف عليه وياخد التطعيمات بتاعته، لان هي اهم حاجه هي التطعيمات. وزي ما قلنا ان اخطر حاجه مرض السعار، فهو بيبدا بمرض السعار ان هو بيعمل له شهادته، بيبقى ليه شهاده، رخصته. الحاجات بقى النظافه الشخصيه اللي هي مثلا انا هتعامل مع كلب في البيت، لازما ان انا كل ما اتعامل مع الكلب ده المفروض ان انا بغسل ايديا وكده، لان الامراض المنتقله بين الانسان. دكتور سمير في 10 ثواني النصيحه اللي عايز تقولها بالنسبه للسعار. السعار مرض خطير جدا، بيعمل وفيات في مصر عالية جدا، مسجلة في المستشفيات، فنرجو نرجو نرجو السيطرة عليه بتتم من حاجتين، يا إما بنعمل كامبين ونعمل تحصين، يا إما بنعمل الخطوة الأخيرة اللي كنا مع الدكتور محمد، خطوات التعقيم. تمام. والخطوة دي مكلفة جدا، فنتعشم إن يكون في برنامج متكامل من خلاله نعمل تحصين حتى لكلاب الشوارع. حتى عايزين حضرتك تيجي معانا في حلقه ثانيه نعمل توعيه للساده المشاهدين عن الحاجات دي كلها، لان الناس ما عندهاش وعي بالموضوع ده. خطوره كله. السعار في الارياف، الفار هو اللي بينقل المرض.